بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. النهارده حد التنصير او المولود اعمى. هنراجع مع بعض الاسابيع تي تي اس اس بي 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 تي تريجر اوف هيفن تي تمبتيشن وبعد كده هوت الاس بروديكال سن اس سامريتان وومن بي باراليتيك مان بي بلايند مان اللي هو النهارده والبي الاخرانيه اللي هو بالم سانداي اللي هو الاسبوع اللي جاي حد الزعف. الحكايه ماشيه ببساطه ان لما يبقى عندنا حاجات حلوه في شخصياتنا وفي طريقتنا وربنا ادهلنا ده مش معناه ان احنا مش هنقع في تجارب، هنقع في التجارب زي الاسبوع الثاني، ولكن لما هنقع في التجارب دهيت تختلف بقى من واحد للتاني. في واحد بيبقى زي الابن الضال بيرجع لنفسه وبعدين بيرجع لربنا ويبقى في حاله كويسه، في واحد مش بيعرف يعمل كده هوت ربنا بيقول له ما تقلقش حتى لو ما عرفتش انا هجي لك لحد عندك واتكلم معاك زي المرأة السامرية، ده انت كمان هنقرب من بعض وتبقى كمان بتبشر باسمي في كل حتة. معرفتش كمان وكنت مشلول خالص مش عارف تتحرك من كتر الخطايا والحاجات اللي بعدك كتير كتير عن ربنا، برضو هاجي لحد عنك وهقول لك اتريد ان تبرأ، بس انا كل اللي عايزه منك انك تبقى عندك استعداد تبقى معايا وانا برضو هخففك من كل الحاجات دي. لا ده مش بس كده، ده انت لو كنت اعمى كليه، مولود اعمى يعني مش انت كنت بتشوف وبعدين ما بقتش بتشوف، لا ده انت مولود اعمى مفيش عينين اصلا. حتى يا ابني لو مالكش عينين والخطيه ديت مسيطره عليك تماما هخلق لك عين، وعشان كده بنسميه التنصير التجديد. احنا بنجدد حياتنا زي المعموديه اللي بتجدد حياتنا وهو ده الرمز بتاعها. فحتى لو كنت غرقان خالص لدرجة انك اعمى زي المولود اعمى تقلقش، ربنا قادر انه يخلق لك عينين. فالنهاردة بنتكلم على رسالة فيها امل كبير جدا جدا. هنقسم الكلام بتاعنا اول حاجة على جزئية تاريخية، وده موجود فيه موجود في يوحنا 9 وده الانجيل بتاع النهاردة. ناحية تاريخية نبتدي نتكلم بس على ايه اللي حصل والاحداث اللي حصل. ببساطة السيد المسيح كان ماشي، لا انسان مولود اعمى. طبعا ابتدت تدور أسئلة كتير، يا ترى هو دوت اللي عمل الخطية الراجل ده بسبب كده انه مولود أعمى ولا أبواه؟ طب ايه الحكاية دي؟ نعرف جزء تاريخي عنها. في التوقيت ده هوت وفي العصر ده كانوا بيؤمنوا بفكر ان اي حد عنده مرض ده بسبب يا اما هو شخصيا غلط وعمل خطية عشان كده جاله المرض ده، يا اما ان حد من اهله عمل حاجة غلط وعشان كده بقى هو عنده المرض، يا اما هو نفسه، ودي كانت فكرة استنساخ الارواح، هو الشخص ده كان عايش في توقيت تاني او في زمن تاني قبل ما يتولد اخطأ في الزمن ده فجاي بيتعاقب هنا. ده كان الفكر اللي موجود، وكان الفكر دوت ماشي في ثقافات كتيرة جدا، الثقافة الهندية والمصرية وفي فلسطين، وكله كان بيأمنوا. عشان كده بيقولوا في اخر، هنلاقي في الاخر الفريسي بيقولوا له ايه، انت بالخطيه ولدت بجملتك، انت يعني كلك على بعضك كده مليان خطيه. ده فكر كان موجود، عشان كده كانوا بيستفسروا يا ترى مين. سيدنا المسيح جاي يغير الدنيا دي كلها ويقول لهم لا مفيش حد خالص غلط خالص، ده عشان هو عشان يتمجد اسم ربنا، ان ربنا اسمه يتمجد في معجزه زي كده هوت، والانسان ده يبقى في حاله مجد مختلفه لانه ما كانش شايف. حاجة تانية تاريخية مهم ان احنا نعرفها هي بركة سلوان اللي راح قال له انت اغتسل في البركة دي. هي برضه ده جزء تاريخي مهم نعرفه، كلمة سلوان يعني مرسل. ودي ليه؟ لان ايام الحصر الحصار اللي كان موجود على اورشليم فكانوا عايزين يدخلوا مية جوه، عشان يدخلوا مية جوه اسوار اورشليم فقاموا عاملين ربط كده بقنوات ما بين بركة وحاجة اسمه نبع مريم. فنبع مريم دوت كان بينزل الميه من خلال القنوات تنزل في البركه دي فالناس تقدر تستخدمها، ودي كانت في اسوار اورشليم. فهي اتسمت مرسل ليه؟ لان الميه اللي فيها هي مرسله مبعوثه من نبع مريم للبركه ديت عشان الناس تستخدمها. ده جزء تاريخي مهم ان احنا نبقى عارفين ليه اتسمت كده. طبعا الفريسيين كانوا بيتكلموا مع الراجل الخف، الرجل الاعمى ده هو، بطريقه صعبه خالص لانه كانوا عمالين يوجهوه لدرجه سؤالها اسئله مرتين، هو عمل معاك كده ده؟ فشرح لهم اول مره، تاني مره قالوا له انت شايف ان هو نبي ولا؟ هم بيحاولوا يغيروا طريقه تفكيره، عايزينه يقول ايه علشان تكونوا عارفين الخلفيه،
عايزينه يقول ليه عن السيد المسيح ده مش نبي ولا حاجه، ده بيعمل سحر اي حاجه، بس المهم ان ما تبقاش ان السيد المسيح حد كويس. ليه عايزين يوصلوا لحاجه كده هوت؟ لان طبعا هم كانوا متضررين جدا من اللي بيعمله السيد المسيح، وخاصه انه كان بيعمل في سبت. عندنا هنا هوت بالنسبه للفريسيين ومجمع السنهدريم اليهودي في التوقيت ده هوت، عندنا اكتر من مشكله. واحد، ان السيد المسيح عمل طين وحطه على العين الراجل، ده عباره عن امر، ده امر شغل معمول في يوم السبت، ده ما ينفعش يتعمل، ولا ان احنا نستخدم طين في يوم زي كده اهوت ونعمل بيه اي حاجه. المشكله الثانيه انه خفف الراجل، الراجل ده بعته يروح لحته اللي هي بركه سوريم يغتسل وخف، ده ما ينفعش برضه لان ده عباره عن فعل يوم السبت. الراجل نفسه غلط ان هو راح للبركه عشان يغتسل برضه في يوم سبت. فكل دوت كانوا عايزين يطلعوا ان الموضوع ده هو غلط، ده الفريسيين. جزء تاني مهم جدا نكونوا عارفينه، ان هم كانوا بيتوعدوا الراجل، فحتى قالوا له صراحة كده هوت، يعني اعطي مجدا لله. اعطي مجدا لله ده هوت، ده صيغة كانت بتستخدم في المجمع علشان يقولوا له ان انت اللي هتقوله دلوقتي ده هيترتب عليه ان احنا هنحكم عليك. ايه حكاية نحكم عليك دي؟ في الزمن دوت كان في نوعين من الاحكام، كان في الحكم الديني والحكم المدني. الحكم الديني لو حد عمل حاجه زي كده غلط كان بيقطع تماما من اي عبادات ومن اي شرائع موجوده لفتره، هم اللي بيحددوها ايا كانت الفتره دي ايه. الجزء بقى المدني انه بيبلغوا الناس كلها ان محدش يتواصل مع هذا الانسان، فطبعا وضع طبيعي كده بينعزل عن العالم كله بالرغم ان هو ايه موجود في وسطهم، محدش يتعامل معاه، لا يشتري ولا يبيع ولا يعمل اي حاجه برضه لفتره زمنيه. فهم كانوا اكشولي بيهددوه لما بيقولوا له ايه، ان انت يعني اعتمادا لله، ده انت خلي بالك، انت فاهم انت بتعمل ايه، انت فاهم انت هتجاوب تقول ايه. وطبعا ده نوع من التهديد اللي بيخلي اي واحد يفكر مرتين. واكشولي في الواقع يعني هو ده اللي عملوه اهله، اهل الراجل، ان قالوا احنا ما نعرفش عنه حاجه واحنا مالناش دعوه بيه، هو عندكم انتوا روحوا اتكلموا، ما احنا مالناش دعوه بالراجل ده. ليه عملوا كده؟ خوفا من العقابين دول اللي كانوا منتشرين جدا في التوقيت ده. يبقى دي الناحيه التاريخيه اللي خدناها. طيب هل في تامل روحي؟ ودي الحاجه الثانيه اللي هنتكلم فيها. في اكتر من حاجه محتاجين نتامل فيها تاملات بسيطه. المرسل هو السيد المسيح اللي بيرسل لينا، المرسل لينا ده علشان يحيينا، مرسل لينا علشان يحيينا. وان الانسان مننا لما بيقرب من ربنا قوي زي المولود اعمى بتتجدد حياته، بتتغير حياه الانسان اللي بيقرب من ربنا. حاجه كمان نتامل فيها هو الطين. لو حد فكر كده هنلاقي ان السيد المسيح بل الطين ده هوت، ده من الارض، تراب من الارض بقى طين، وحطه على عينيه. ايه العلاج في حاجه زي كده؟ يعني لو فكرنا بالمنطق شويه دي حاجه ما تعالجش خالص، يمكن كان حط ايده على عينيه وخلاص، لكن ده هو علشان يقول له انت دي خلقه جديده. الانسان اتخلق، لان الانسان لما اتخلق من التراب، قال له انا اخلقك من جديد. ودي فكره المعموديه، الانسان بيجدد حياته في علاقته بربنا. الجزء الثاني في الحته بتاعت الطين دي، ان احيانا كتير بيبقى عندنا مشاكل في حياتنا مخلينا معميين، ويجي ربنا يحط عليها طين، فنبتدي نقول ايه ده، هي المشاكل بتزيد؟ ما هو هي بتزيد في وقت معين علشان بعد كده هيبقى في نور. على راي سيدنا البابا شنوده الله يناح نفسه، مسيرها تنتهي وكله للخير. فلازم نكون عارفين ان بكره هيبقى احسن من النهارده، حتى لو في الظاهر ان في طين محطوط علينا زياده عن العمل اللي عندنا، عندي عمل ومحطوط عليه طين، ده ما تقلقش، ده على فكره ممكن يبقى الامور احسن كتير، بس استنى شويه، لان احنا في ايد ربنا. فاحنا لما نبقى في ايد ربنا ما نقلقش ابدا، حياتنا هتتجدد وتتغير وكل حاجه هتبقى كويسه. ودي بعض التاملات البسيطه في الحدث ده. حته بقى تانيه، وده الجزء الثالث اللي هتكلم عليه، وده جزء مهم خالص، هو العمى. عندنا في الاصحاح دول، الاصحاح ده، اتنين عمي.
ممكن واحد يسأل ايه ده يا ابونا؟ لا هو واحد اعمى وخف، لا هو في اتنين نقط، في العمى البصري وفي العمى القلبي. العمى البصري ده كان عند الراجل عنده عمى بصري لانه عينيه مش موجودة، اتخلقت له عين جديدة بمجرد انه قرب من ربنا واستقبلها بمنتهى المحبة. ده مش بس كده، ده بحث عن السيد المسيح وقرب منه وعرفه، وبمعرفته بالسيد المسيح كان بيدافع عنه بالرغم انه متهدد انه ممكن يكون عليه حكم مدني وحكم ديني، زي ما لسه شارحين من شويه صغيرين. قال لهم انتوا بتتكلموا ازاي؟ هو انتوا عايزين اقول الكلام اللي انتوا عايزين تقولوه؟ الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كلام غلط. وبعدين انا ما اعرفش ابدا حد ممكن يكون على علاقه كويسه بالشياطين ويعمل معجزات، الحقيقه انا ما سمعتش عن حاجه زي كده قبل كده الا لو انتوا سمعتوا. فكان حتى بيتريق في اللغه عليهم، اللي هو انتوا ازاي بتفكروا كده؟ انا ما اعرفش غير حاجه واحده بس، انا كنت اعمى ودلوقتي خفيت، واللي خففني السيد المسيح. بس. ده نوع من انواع العمى، بس ده عمى مؤقت. عين قرب من المسيح خفت. العمى الثاني عمى القلب، ده عند الفريسيين. ودي اكبر كارثه موجوده، هو عمى القلب. خطورة الإصحاح ده هو في عمل القلب مش عمل نظر. عمل نظر أهو اسمي ما خدتش بالي، ولو حد قال لي لا خلي بالك هخلي بالي، إنما عمل قلب ده أنا شايف وبرضه مش عايز أخلي بالي. عمل قلب هو أخطر حاجة. عمل قلب خلى الفريسيين ريلي بلايند، فعلا عمي، مع إنهم بيشوفوا بس مش شايفين بقلبهم حاجة. تعالوا نتعلم 5 حاجات عن العمى، والإنسان اللي بيبقى عنده عمى قلبي يخلي باله منهم عشان ما يقعش فيهم. إيه ال5 حاجات دول؟ هما بلايند، BLIND، دي مواصفات الأعمى. مواصفات الأعمى هنتكلم عنها دلوقتي حالا، مواصفات الأعمى دي. بس ده الأعمى أنهي؟ عمى القلب. اللي قلبه أعمى هيبقى عنده الخمسة دول. الأول واحدة فيهم اللي هي بي، بصي. بص إيه ده؟ يعني إيه يا أبونا يبقى الواحد بصي زي الفريسيين كده؟ إيه هي الشخص البصي ده؟ الشخص البصي ده شخص كنترولر، شخص متحكم وعايز يتحكم في كل حاجة. في حد ممكن يسأل يقول على طب ما أي أب وأي أم معنى كده إن هم بصي؟ مش شرط خالص. قال لا طب ما اي مدير شركه، اي كاهن، اي اسقف، اي بطرك يبقى بصي؟ لا لا خالص. قال لا، ما دول بيعملوا ايه؟ لا دول بيعملوا حاجه اسمها سيستم اورجنايزيشن. ده بحوض المسؤوليه بتاعه الاب والام في البيت، بيحطوا سيستم والناس بتفولو اللي هم الاولاد. وكذلك امين الخدمه، وكذلك الكاهن، كذلك الاسقف، كذلك البطرك، كذلك رئيس الدوله، كذلك كل اللي موجود في موقف رئاسي هو من حقه ان يحط حاجه اسمها سيستم اورجانيزيشن او بوليسي سيستم. ده عباره عن نظام بيتحط في المؤسسه اللي احنا قاعدين فيها، المؤسسه بقى كانت بيت، كانت كنيسه، كانت اي مجال. انما ده مش بصي، ده بحكم وضع البوزيشن بتاع الشخص دوت في المكان دهوت. امال البصي ده بيعمل ايه؟ البصي ده شخص كنترولر. البصي ده شخص ما يسمعش للناس اللي حواليه. البصي ده هو عبارة عن شخص بيمشي أي حاجة حتى لو كانت الليجل، غير قانونية، ويحاول يعوجها كده بالقانون. ده الفريسيين اللي كانوا بيعملوه. احنا هنا احنا اللي هنمشي الكلام عليك، بس نتفاهم، ده الموضوع مش كده خالص. ده هو خففني عشان انا خفيت؟ لا 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 خالص، مش شايفين حتة تانية. ازاي في حاجة هنا ممكن نمشيها؟ احنا عايزين نقضي على هذا الانسان اللي اسمه المسيح، السيد المسيح، يسوع المسيح. انا هقضي عليه بدور على حاجه ثانيه خالص. ده شخص كنترولر، ده شخص بيسيطر كده. وفي احيان كتير ابهات كده وامهات كده لا يقبلوا النقاش. لا هو يعني معنى كده ان احنا لازم نتناقش مع اي حد؟ انت لازم تتناقش. في فرق كبير بين ان انا to respect what you are saying و to accept what you are saying. خلوا بالكم من الفرق ده. respect انا بحترم كلامك، accept يعني بقبله، بس على الاقل اتناقش معاه. يبقى انا ممكن اتناقش مع الناس اللي حواليا حتى لو كنت في موقف اداري اعلى من الناس اللي حواليا، ايا كان الوضع بتاعي ايه، اب وام، اخ واخت،
كاهن خادم، بس يكون في حوار مع بعض. طيب بس افرض الحوار ده بيخش في السياسات، اه طبعا انت من حق اي اب يقول لا هو احنا اتفقنا على كده، الموضوع ده ما تعملش، احنا اتفقنا على كده. ده بوسي اتيتيود، ده مش بوسي اتيتيود، ده عباره عن شخص بينفذ النظام اللي موجود وبيسمع. طب انا ممكن اغير الحاجه اللي موجوده ديت، حتى لو في نظام ممكن اغيره، ممكن بالمناقشه. فالشخص ده لا يقبل للمناقشه، لا يقبل الحوار، لا يقبل افكار. الحاجه الثانيه ما عندهوش بنسبه كبيره، الشخص ده بيبقى متحكم في الامور ابتو، ان هو مش بيبقى عايز يتحاور مع حد. بلاش نبقى كده، يا ريت نتفاهم ونتواصل. ال انه بيبقى فيري لاود. يعني ايه لاود؟ لاود هيت يعني بيزعق، يعني فضحي، يفضح. الفريسيين دول كانوا عايزين يفضحوا السيد المسيح باي وسيله في اي حته في الدنيا، لو طالوا يقولوا عليه اي حاجه غلط هيقولوها. للأسف الشخص اللي بيبقى أعمى القلب ده عنده استعداد إنه يفضح الناس اللي حواليه ويتكلم غلط تحت أي ظرف من الظروف، حتى لو كانت ده هو بطريقة مش كويسة وبالطريقة ممكن تضر ناس تانيين. مش مهم، هعمل كده برضو. ليه؟ لأن أنا كلامي ما بيتعملش، فأنا هفضح الناس اللي حواليا. وتلاقي دوت موجود في كل حتة، وتلاقي الشخص اللي بيفكر بالطريقه دي هي موجود في اي حاجه، ممكن يبقى موجود في البيت، موجود في الشغل، موجود في الكنيسه، موجود في اي مكان، لانه بيفكر كده. يقول لك انا لما هعمل كده هوت يبقى اي حد هيخاف مني فيسمع الكلام اللي انا بقوله، اصل انا ايه؟ فضحي، لاود. فيقول لك الناس اخاف منه عشان اسكته، خليه يسكت، ده فضحي، ده لاود، ده اعمى قلب، ده ما ينفعش. بلايند، بي بصي، كنترولر بيرسون، اللي لاود، فضحي. اي انسكيور، الناس دي هي عندها انسكيورتي غير عاديه. انسكيورتي يعني عدم امان، هم مش حاسين بالامان، حاسين ان السيد المسيح ده هيخطف منهم الحكم، هيسرقوا منهم، الناس هتحبه اكتر منهم. الخوف ده بيخلي البني ادم يعمل حاجات حتى لو كانت غلط، حتى لو ما كانتش كويسه. الخوف على المركز، الخوف على السلطه، الخوف على الكلام. وانسان اعمى القلب ما بيشوفش اي حاجه لما بتيجي ناحيه الحاجات بتاعته هو. انا مش عايز حد يجي جنبي، ما حدش يجي جنب الكرسي بتاعي، ما حدش يجي جنب فلوسي، ما حدش يجي جنب حاجتي. عشان كده بتحصل خلافات ما بين الازواج والزوجات بسبب حاجات زي كده. مع الابناء نفس القصه، في الخدام، في الكنيسه، في كل حته ممكن يحصل كده. الانسان اللي يشعر بالامان، وعشان كده احنا في المسيح عندنا كل الامان. معك لا اريد شيئا على الارض. مش كده الانسان اللي بيبقى مع ربنا بيبقى عنده شجاعه انه ممكن يتكلم، زي المولود اعمى لما قرب من ربنا وعرف ربنا فبقى ما عندوش عمى، هو ما عندوش عمى قلبي، علشان كده قادر يكون عنده شجاعه، عنده سكيورتي، لانه مطمن انا مع ربنا. الانسان اللي بيبقى مع ربنا بيبقى عنده هذا الهدوء وهذا السلام الداخلي. وعشان كده سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم. والانسان اللي عنده سلام داخلي هو انسان قريب من ربنا، عنده سيكيورتي مش انسيكيورتي. اعمى القلب بيبقى بصي، بيبقى لاود، بيبقى انسيكيور ان نيجاتيف. يعني احنا دلوقتي قدام معجزه، ازاي اكون شخص نيجاتيف وسلبي مش شخص ايجابي؟ يعني نفرح، يعني واحد كان مولود اعمى خف، نفرح له. طيب حتى يعني اول حاجه مش مهم خالص نتناقش مين اللي غلط، ده مش موضوعنا، ده واحد خف على فكره، الحمد لله خف، ده بقى كويس. يعني بدل ما كنا نسمعهم بيقولوا يعني كتر خيره، بصراحه السيد المسيح من ذوقه يوم السبت بالرغم ان مش المفروض يعمل حاجه، ده كمان عمل معجزه، ده كتر خيره، دي حاجه كويسه. انما لا، الشخص النيجاتيف ما يشوفش غير الحاجة الوحشة في كل حاجة كويسة. الشخص النيجاتيف هو عبارة عن بني آدم بيطلع الحاجة الغلط حتى لو كان في حاجة كويسة موجودة. الحدث ده كله حاجات كويسة، الحدث كله حاجات كويسة، لكن عرفوا يطلعوا الغلط السبت، ومش غلطة، ده كذا غلطة، ده عمل طين، ده بعته للبتاع، ده خففه، ده الراجل راح مشي الحاجة. ايه؟ ليه كل ده؟ ليه كل ده؟ لأنه شخص نيجاتيف. بنلاقي ده موجود في حياتنا. ممكن تلاقي زوج كده،
مطلع كل حاجة مش كويسة في زوجته، كل حاجة مش كويسة في أولاده، كل حاجة مش كويسة في بيته، أو العكس، زوجة مطلعة كل حاجة مش كويسة في زوجها، كل حاجة مش كويسة في، وطبعا الإنسان اللي بيطلع أي حاجة مش كويسة في أي حد هيبقى إيه؟ هيحبه يعني؟ ما يكرهه، هيبقى مش عارف يعيشها معاه. ليه؟ لأن مش شايف الحاجة كويسة. أحيانا كتير بنتعرض لكده في حياتنا، ما بنشوفش غير الحاجات الوحشة بس، مع إن في حاجات كتير قوي كويسة، لكن لأ، بنشوف غير الحاجات الوحشة. ده بقى في كل حاجة. ده ممكن يبقى خدام مش شايفين ولا حاجة حلوة، لا في أبونا ولا في الكنيسة ولا في الشعب. وفي بيوصلوا بقى أبعد من كده، ولا في الأسقف، ولا الأسقف عاجبهم ولا تصرفاته، ولا البطرك عاجبنا ولا... ليه؟ ليه؟ ليه حجم النيجاتيفيتي الكبير قوي اللي موجود ده؟ انا ما بقولش ان مفيش حاجه سلبيه، بس مش ممكن عند كل حاجه سلبيه نقف عندها ونقول اصل احنا عايزين نصحح الاوضاع. بالعكس، ده الاحلى ان احنا نبص على الاوضاع الكويسه ونزودها ونمدحها. لما هنمدح الحلو، الحلو يزيد والوحش هيقل. لما نشوف الحلو، الحلو يزيد، الوحش هيقل لوحده، سيبوه ويجي وقته ونصلحه. بس ما ينفعش حتى نعمله لاودلي، ممكن يبقى على جنب كده، ما ينفعش يبقى الطريقة وحشة وبطريقة فيها إهانة. وحتى لو عملناه نخلي شيء من الاتزان، زي ما اشوف ده اشوف ده. ما ينفعش اجي اقول ده البني ادم ده عمره ما عمل حاجه كويسه، امال ايه ربنا خلقه زياده يعني في المجتمع بيضايقنا وخلاص؟ اكيد لا، عمل حاجات كويسه انت اللي ما شفتهاش او انت اللي ما شفتهاش. ما ينفعش يبقى حياتنا كلها فيها سلبيه لدرجه ان احنا مش شايفين ولا حاجه كويسه، لا في حياتنا ولا في حياه غيرنا، وبنتحول الى ناس بس بننقد الناس اللي حوالينا، وبنبقى فيري جادجمنتال بس بندين الناس. لا تدينوا لكي لا تدانوا، بالكيل الذي به تكيلون يكل لكم. لازم نعرف الكلام ده. الناس اللي بتشوف بس الحاجات الوحشه في اللي حواليها ما بيشوفوش ان هم عندهم حاجات وحشه خالص. حد ممكن يسمع الوعظ دي ويقول لك فعلا ابونا تدرس ليه حق بصراحه، كل الكلام اللي بيقوله ده على مراتي. لا، حضرتك منورنا في القعده دي. طب وانت الكلام ده مش منطبق عليك؟ محدش راجع نفسه، الناس بطلت تراجع نفسها، الناس بقت بتراجع على اللي حواليها. شوف ده غلط في ايه ودي غلطت في ايه، اشوف ده غلط في ايه وده غلط في ايه، اشوف صحابي غلطوا في ايه، شوف الكهنه بيغلطوا في ايه، الاساقفه بيغلطوا في ايه، البطرك بيغلط في ايه، البلد بتغلط، الحكومه بتغلط في ايه، طب انا بغلط في ايه؟ كل واحد ما يراجع على نفسه بدل ما يراجع على اللي حواليه. ده اسال على فكره، ان انا راجع على نفسي بدل ما راجع على الناس. والنيجاتيف بيرسون بيعمل كده، بس بيشوف الحاجات كده اهو. واحيانا كتير تزعل من حد زعل شديد جدا عشان عمل معاك حاجة مش كويسة، مع انه عمل معاك 100 كويسين، بس لأ انت نسيت 100 وافتكرت الحاجة. هو ده النيجاتيف بيرسون. بي بصي، ال لاود، اي انسكيور، ان نيجاتيف، دي ضل. ضل، وات داز ات مين ضل؟ ضل دي هي معناها الترجمة بتاعتها عدم اعمال العقل بس. فساعات لما بنبقى بلايند هارتد، ان احنا عندنا قلب فيه عمى، بيبقى عندنا dull way of thinking، ما بنعملش العقل، لا نعمل العقل بتاعنا، وده بتبقى مشكله. بنفكر بطريقه مش كويسه، بنفكر بطريقه غلط. زي الفريسيين على فكره، هم نفسهم انقسموا على نفسهم. تعالوا كده اهوت اقرا لكم بس الحته اللي هي في عدد 16، يقول لنا ايه في عدد 16؟ فقال قوم من الفريسيين، حبة منهم، هذا الانسان ليس من الله لانه لا يحفظ السبت. يبقى ده المبرر بتاعها. اخرون قالوا، منهم هم من الفريسيين، كيف يقدر انسان خاطئ ان يعمل مثل هذه الايات؟ وكان بينهم انشقاق. طب ليه؟ لان اعمال العقل ابتدى يبقى معني. لما الانسان بيكون قريب من ربنا بيبتدي يشوف الامور بزاوية مختلفة، بطريقة تانية، بيبتدي يعمل عقله بطريقة إلهية، بيعمل عقله بطريقة ما فيهاش عمى، ما فيهاش إنه يبقى عامل بلوك لكل الحاجات اللي موجودة. أنا بس رأيي اللي لازم يمشي ولازم طريقتي. ما أنت ما بتبقاش شايف حاجات تانية لأنك مش قادر تعمل بقية العقل.
وعلشان كده هوت محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نقرب من ربنا. كل اللي بطلبه منكم في الفترة دي هيت واحنا قاعدين في البيت، وفي جزء مننا قاعد اجباري في البيت وناقص اسبوع، تعالوا نعالج الخمس حاجات دول. راجع نفسك عليهم. Be blind. L loud. I insecure. N negative. D dull. يا ترى انت بوسي؟ البي بي بوسي، انت بوسي، انت كنترولر للناس اللي حواليك. يا ترى انت بتفضح الناس اللي حواليك ولاود؟ يا ترى انت عندك حاجات بدات تشعرك بالامان وخايف على المكان بتاعك من ان هو يروح، عشان كده انت عنيف جدا مع الناس اللي حواليك، بتتكلم بطريقه مش كويسه. يا ترى انت بس بتدين الناس اللي حواليك، مش شايف نفسك والحاجات الغلط اللي بتعملها. يا ترى انت لا تعمل عقلك بالطريقه الالهيه، ولا انت نسيت ان انت مع ربنا؟ ربنا قادر ينور لنا عينينا ويعطينا قلب جديد ويعطينا شكل جديد في تفكيرنا، بس لما نروح له. ها انا اقف على الباب اقرع، ان فتح احد لي ادخل اليه واتعشى معه. يعني لو ما فتحتش الباب محدش، ربنا مش هيخش عليك، مش هيضرب الباب برجله ويخش، لانه خلقنا على صورته ومثاله، في حريه، فهو مش هيعمل كده. فيا ريت نفتح الباب ونقعد مع ربنا، ويا ريت نقعد عشان نراجع نفوسنا، ما نراجعش على كل اللي حوالينا الا احنا، كل واحد يراجع حاله، علشان نقدر نتحرك حركة كويسة الفترة اللي جاية، ويبقى في عندنا فترة نمتلئ فيها بالنور، ونغير العمى ده هوت من خلال وجود ربنا في حياتنا. ربنا يديكم نعمة وبركة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.